قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. نعرف الحديث زين، بس ما نعرف معناه، وأصلا ولا جاب بالنا نفكر ونتدبر ليه 3 سنوات بين الأمر والضرب في العاشرة. خلونا نتخيل أن الصلاة هي البذرة والطفل هي الأرض الخصبة. عشان تجني ثمار طيبة لهالغرس تحتاج تعرف الموسم المناسب للغرس، وعشان ندرب أولادنا على الصلاة نحتاج للتدرج والصبر والحكمة، والأهم تعاون الأم والأب مع بعضهم. وضروري جدا تنتبه أنك القدوة، ما يصير تربي على الصلاة وانت ما تصلي أو تأخر الصلاة. وأيضا لازم يكون عندك وسائل وأساليب بالغرس. فالطفل بعمر 5 إلى 7 سنوات يختلف إدراكه المعرفي عن الطفل من 7 إلى 10 سنوات وعن 12 سنة. الأطفال من 5 إلى 7 سنوات نحتاج نغرس فيه حب الله من خلال النعم الموجودة أمامه. لما يصير طفلك عمره 7 سنوات حلو أنك تسوي حفلة لأنه صار بسن التمييز، وتهدي البنت سجادة وجلال صلاة، والولد تهديه سجادة وتأخذه معك للمسجد. خل ولدك يصير إمام يأم إخوانه أو حتى أصدقائه. كثر من القصص، فالقصة أهم أسلوب تربوي. استخدم المكافآت والهدايا والثناء والمديح، وبالمقابل ابتعد تماما عن الضرب والصراخ والتعنيف لأنك بتخرب كل شيء سويته. استخدم لوحة شجرة الصلاة، بتحصلونها بالإنترنت كمحفز لإكمال الصلوات. معلومة مهمة لازم تعرفها أن من 7 إلى 10 سنوات هال3 سنوات فيها 5700 أمر بالصلاة، لازم تكون صبور وحليم. علم بالحب ونوع بالأساليب، فالتأثير يحتاج له وقت ومهارة. وتذكر لا تصير شديد ودقيق على الوضوء والأداء لأنه الطفل بمرحلة تدريب وتحبيب، فلازم تركز على الاستمرارية وليس الكيفية. ولا ننسى سحر الدعاء، فادعوا دائما: ربي اجعلني مقيما للصلاة ومن ذريتي. كلما بدأنا مبكرا سهل علينا غرس حب الصلاة، فابذر بذرة الخير مبكرا حتى تثمر غرسا نافعا.